الشهر الكريم الذي نعيش في أيامه الأخيرة، أيام العشر الأواخر. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في لقاء جديد يجمعنا بكم مع برنامج بينات من الهدى. هذا البرنامج الإفتائي المباشر الذي يأتيكم عبر شاشة قناة سامراء الفضائية. نسعد بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب أحمد حسن الطاها، عضو الهيئة العليا في المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء. حياكم الله شيخ الكريم. الله دكتور يسعد الله يا مرحبا. نلفت انتباهكم مشاهدينا إلى أننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية على هاتف البرنامج الذي يظهر تباعا أسفل الشاشة. فضيلة الشيخ، لازلنا في الحديث، بدأنا بالأمس حول بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في مواضيع متعلقة سواء بالصوم أو بالصلاة أو بأمور أخرى. البارحة كنت سألتك سؤال لكن الاتصالات منعتنا من الإجابة عليه، حول موضوع يفعله البعض أنه يسجد عقيب الصلاة ويقول أنا أسجد سجدة شكر لله سبحانه وتعالى أن وفقني للصلاة، فمدى شرعية مثل هذا الفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، لا شك أن هناك كثيرا من الناس له حرص ورغبة في العبادة ولكن يحتاج إلى شيء من الفقه، والفقه يحتاج إلى سؤال وتعلم. ما يفعله البعض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول السجود المطلق، وهو داخل ضمن قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، وفي قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، على أن المفسرين قال اركعوا أي اسجدوا، واركعوا بمعنى اعبدوا الله وصلوا، فالركوع يشمل هذه كلها. فعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. لكن الأمر بالسجود تحديدا أيضا ورد، ولذلك السجود هو الركن الوحيد في الصلاة الذي يمكن أن يؤدى خارجها. نعم، لوحده. نعم، فهناك سجود التلاوة، نعم، سجدة الشكر، نعم، السجود المطلق، سجود السهو أيضا، سجود السهو مرتبط بالصلاة. نعم، نعم. فالسجود كأنه شافع لوحده، فهو الركن الوحيد الذي يؤدى خارج الصلاة لوحده. نعم. هذه مسألة. المسألة الأخرى اعتياد بعض الناس على السجود. قل إذا كان السجود مطلقا لا بأس، لا بأس، إنسان قرأ قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، أو تذكر وهو يقرأ القرآن رفض إبليس السجود لله عز وجل أو لأمر الله عز وجل وسجد. لكن الإشكال أين هنا؟ الإشكال حينما يجعل لنفسه استقلالية، استقلالية أو سنة متبعة أن يسجد في وقت معين. نقول السجود تؤجر عليه، لكن تخصيصه بوقت معين يحتاج إلى دليل. نعم، يحتاج إلى دليل. يعني عندنا سجود التلاوة، هل يجوز لأحد أن يستحدث مثلا سجود دخول المسجد؟ نقول لا، ينبغي أن تحدد عبادة خاصة بوقت خاص، اجعل لنفسك شيئا لكن لا تعممه. فنقول لهؤلاء هم مأجورون. بعض الناس يقول أنا أسجد أن الله وفقني شكرا لأن الله وفقني أن أعبده، لا بأس، لكن حاول أن لا يكون ذاك إيش مرتبا أو سنة متبعة، فالتخصيص يحتاج إلى مخصص وهو النص، ولا يوجد نص في ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا من الأخطاء الشائعة أحيانا مسابقة الإمام في الصلاة، يعني هذا يقع فيها البعض خصوصا فيما يتعلق بالسلام، التسليم للصلاة. يعني أحيانا بعض الأئمة أيضا يؤخرون يعني لفظ السلام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله، وهذا ربما المأموم يقول السلام عليكم ورحمة الله بأسرع، فيؤدي هذا إلى أن يسلم قبل الإمام أو يسابق الإمام. الحقيقة هذا من الأشياء التي رتب الشارع عليها إثما كبيرا. أولا، الواجب على المأموم أن يقتدي بإمامه، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قام فقوموا. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا، الفاء هنا للترتيب والتعقيب، فينبغي أن يكون الإمام أولا والمأموم ثانيا. مسألة أولا. مسألة ثانية، خاصة في الركوع والسجود، وقد ورد النهي الشديد والترهيب من ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم
عن الذين يرفعون رؤوسهم من الركوع قبل الإمام، قال: أما يخشى أحدهم أن يحول أو يقلب الله رأسه رأس حمار؟ وهذا خطر جدا. نعم. أن الإنسان يسابق، لا تسابقوا الإمام ولا تساووه، ليس فقط لا تسابقوا، لا تساووه، ينبغي أن يسجد. ولذلك ورد عن أنس رضي الله عنه، سيدنا أنس بن مالك قال: لم يكن أحدنا يحني رأسه من النزول بعد الركوع حتى تمس جبهة النبي صلى الله عليه وسلم الأرض. يعني ما كانوا يسجدون والنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء، لا، قال حتى تمس جبهته صلى الله عليه وسلم الأرض. بالتالي ينبغي أن يتبع المأموم الإمام ولا يساويه ولا يسابقه، ويحرص على ذلك، لأنه قد يؤدي إلى يعني بطلان الصلاة، قد تبطل صلاته. نعم. إن سلم خصوصا التسليم الأولى قبل الإمام قد يفارقه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معي أول اتصال في حلقة اليوم، الأخة أم طيبة من السليمانية، تفضل يا أم طيبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بس يا أخي، يا أخي، يا أخي، أنا مقلل قوانا أسجد، بس أنا مقلل قوانا أسجد. نعم. طيب، تسأليني عن تعجزين عن السجود أو تسجدين لكن بصعوبة صلاة أدش ألم قوي؟ من أسجد، بالجارة أسجد، وفي المنطقة أسجد، يعني أنا مقلل قوانا. هذه الحالة مستمرة عندك لو تجي أحيانا؟ نعم. الحالة مستمرة عندك أختي الكريمة؟ يعني دائما تصير عندك هاي الحالة لو أحيانا؟ لا أحيانا. تمام، تسمعين الإجابة أختك. عندك سؤال آخر؟ لا يا أنا وسهلا. طيب شيخنا الكريم، الأخت طيبة من السليمانية تسجد عن تسأل عفوا عن موضوع عجزها عن السجود أحيانا أو يسبب لها ألم شديد. نحن نقول لها قبل الجواب الفقهي اذهبي إلى الطبيب. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. يعني هل يترخص صاحب الصداع في هل يسجد أو لا يسجد؟ اذهب إلى الطبيب وتراجع طبيب، لا يجوز لها أن تهمل نفسها ثم سيؤثر ذلك على عبادتها لا شك. تأكيد. فتراجع الطبيب. ألم الرأس، قد يكون الجيوب أنفية، قد يكون النظر، قد يكون الضغط، المهم عليها أن تعالج نفسها أولا، لا أن تسأل هل تسجد أو لا تسجد. نعم، إذا وجد مشقة كبيرة جدا، أحيانا بعض أنواع الصداع لا يطاق، نقول لها ذلك، لكن لا يكون عادة لها أولا. ثانيا، قبل ذلك لها أن يجب عليها أن إيش؟ تراجع الطبيب. كالذي يسأل في قدمه مسمار هل يبقى يمسح؟ أخي روح أسحب المسمار وراجع الطبيب في ذلك. نعم. فنقول لها راجع الطبيب أولا، ثم يقدر ذلك الطبيب إذا كان. ولم تستطع أن تولك إيماء. نعم، إذا أجزت أو صعب عليها. هناك حالات يا سيدي قلنا إذا كان الألم شديدا، أما مجرد الألم الخفيف في هذه يعني قد يحدث عند الكثير، كان محتمل يعني. فنقول لها تراجع الطبيب أولا. أحسن. بعد ذلك يمكن لها أن تومئ إذا كان الألم لا يطاق أو لا يحتمل. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معي اتصال الأخ سرمد من سامراء، تفضل أخي سرمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. كيف حالك أخي الكريم؟ حياكم الله. حياك الله أخي الكريم. أنا عندي ثلاثة أسئلة. الأول، عندي جدتي توفت قبل فتره، الله يرحمها، رحمها الله، واليوم يعني استلمنا الماده الغذائيه مالتها. نعم. فاعطيناها يعني الفقير، يعني هل يجوز يعني كل ما استلم ان يكون فقير ام مستقطع عامل الوكيل من المراه توفت ومستقطع؟ طيب هذا الاول. سؤال ثاني؟ اي نعم تفضل. سؤال ثاني بخصوص يعني الجناب، يعني مثلا واحد استحلم. نعم. يعني استحلى تغتسل الثياب، وهل يعني الطهارة يغتسلها الثياب؟ طيب. السؤال الثالث. نعم. بالنسبة للسيدات في القرآن، يعني هذه السيدات الموجودة في الآيات في القرآن. نعم. فعندما نسجد ماذا نقول؟ يعني حرف الأعلى بحمدي يعني دعاء، يعني ماذا نقول عندما نسجد؟ طيب. تسمع الإجابة أخي الكريم. طبعا أسئلة جيدة من الأخ سرمد. سؤال الأول، شيخنا يقول أنه جدته توفيت قبل فترة، ويذهبون أحيانا إلى صاحب الحصة ويستلمون حصتها الغذائية، يقول إحنا نعطيها لفقير، هل هذا التصرف صحيح كل ما تأتي نعطيها الفقير أم نذهب إلى الوكيل ويقتطع هذا الجزء؟ بسم الله.
جزاه الله خيرا لا ينبغي له أن يستلم الحصة بعد ذلك، يجب عليه إخبار الوكيل واستقطاع هذه الحصة لأنها صرفت للمفترض أن يكون شخصا حي وهي توفيت رحمها الله، بالتالي لا يجوز أن يستمر في استلامها. عليه ما يبلغ الوكيل، وهذا لا ينطبق فقط على هذا الأمر، هناك كثير ناس في موضوع التقاعد مثلا، راتب التقاعد، في موضوع وفاة الشخص، المرأة المطلقة حينما يصرف لها الرعاية الاجتماعية، بعض النساء تبقى بعد أن تعود إلى زوجها أو تتزوج من غيره تبقى تحتفظ بإيش وثيقة الطلاق للرعاية الاجتماعية، وبعضهن يرفضن إجراء العقد لتجديد الهوية. نقول لا يجوز هذا، هذا المال، هذا الطعام مشترك مصروف لشخص معين، من تتوفر فيه الشروط الآتية: أن يكون حي، توفيت ينبغي أن يلغى، أو للمطلقة إذا زال عنها هذا الوصف لا يجوز لها أن تأخذه، أو المرأة التي مثلا توفي زوجها تأخذ التقاعد وهي عندها إيش راتب آخر أو توظفت بعد ذلك، فهذه كلها يجب أن الإنسان يبلغ بها الجهات المعنية، ولا يحل له أن يأخذها لأن الوصف زال عنه، بمعنى أنت انطوكاها لأنه أنت قاعد عن العمل، أو أعطيت لهذه المرأة لأنها مطلقة، هذا السبب زال، هذا السبب زال، لا يجوز أن يستمر بأخذ المال، هذا من الإثم وأكل المال من غير حق. أحسن الله عليكم شيخ الكريم. أبو جاسم من الديالة. ألو. تفضل أخي. ألو الشيخ يا شيخ. أي تفضل أخي. تفضل. نعم. شيخ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي الصوت مو واضح، يا ريت بس تغير مكانك أو يعني. نعم. طيب طيب كمل. إيه يعني شو هاي الدخرة يذكر الماضي، يعني شو مثلا قديمة ويعني شو تلفاز قديمة وشو اللي علينا بعد ذلك، يعني ما علينا من جديد وتعرف شو المراية كل يوم يشي الصوت ما واضح أخي. تسمع لي؟ أسمعك الآن تفضل. طيب شو تسمع الإجابة. طيب شيخنا الكريم، ما يتعلق بسؤال الأخ سرمد وسمرة عنده ثلاث أسئلة، السؤال أول حضرتك أجبت عليه، لكن شيخنا لو كان مثلا هذه الحصة ربما إجراءات يعني إخراج والدته من يعني ما تستلمون الحصة في فترة طويلة ربما تستمر شهرين أو ثلاثة، يعني ماذا يصنع؟ الأولى أن يتصدق بها، طبعا فيما تفضلت ربما يتأخر إجراء استثنائها أو إسقاطها من هذه، طبعا هي تصرف خصوصا الغذائية تصرف لسنة كاملة، فينظر العرف والإجراء، إذا كان يقال له ما تسقط إلى السنة القادمة هذا أصبح يعني أمر واقع، أو قد تتأخر شهرين أو ثلاثة، له أن يتصدق بها حتى تستقطع من الحصة. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. مع اتصال أخت مريم من الموصل. تفضل يا أختي. أخت مريم تسمعينا؟ أخت مريم تسمعين؟
طيب شيخنا الكريم، نعود إلى أسئلة الأخ سرمد. السؤال الثاني يسأل عن الاحتلام أو الجنابة، يقول إذا أنا أذهب فأغتسل، لكن أحيانا يبقى ربما حسب ما فهمت السؤال أنه هل ثيابه اللي أصابها هذا المني على سبيل المثال ماذا يصنع بها؟ هل كذا طائر؟ هل يجوز أن يصلي بها يعود يلبسها من جديد؟ هو سأل عن الاحتلام وما يتبقى من أثر المني في الثوب. ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أغسليه رطبا وفركيه يابسا. والاحتلام عادة الإنسان يستيقظ بعد ذلك ويجد نفسه قد يعني أصابه الجنابة، فبالتالي ينظر إلى الثوب، إن كان هذا الماء يابس يفرك ويكفي في ذلك فركه بدون حتى، وإن كان رطبا يغسل. كان رطبا شيخ، ليس شرط أن يكون يعني مثلا كل ما يلبس، فقط مجرد الأثر الذي وقع عليه. لا شك لأن الجزء قد يشكل فهم هذا، يعني يريد عن الجزء. نعم الجزء، جزء الثوب طبعا. فما يعني أصابه المني إن كان رطبا وأحس به يغسله، وإن فاته الاستيقاظ ووجده يابسا يفركه. والراجح أن المني طاهر خلافا لبعض الأقوال المعتبرة المحترمة، لكن الله عز وجل كرم بني آدم، قال تعالى وقد كرمنا بني آدم. ف لا ينبغي أن يكرم بني آدم ثم يكون أصله نجسا. هذا الذي يعني يميل إليه الإنسان وفيه وعليه الدليل. طيب شيخ مكين أحسن الله عليكم، سؤال الآخر يسأل عن الاستتاثة التي في القرآن، يقصد سجود التلاوة. يقول ماذا نقول فيها؟ نعم جزاه الله خيرا، الأصل فيها التسبيح، أن يسبح كما يسبح للسجود. وقد ورد أثران عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول قوله أن يدعو سجد وجهه الذي صوره وشق سمعه وبصره، والثاني يقول اللهم اجعلها لي عندك ذخرى واكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود في سورة القصص، قال تعالى فخر داود فظن داود أنما فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام. هذه طبعا هي سجدة، مع أنه قوله تعالى فخر راكعا. وهنا قلنا الركوع بمعنى السجود. فيقول اللهم اكتب لي بها أجرا واصرف عني بها وزرا وحط عني بها وزرا واكتب بها أجرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذا دعاء يقال من السنة، والأصل فيها التسبيح كما يسبح لي. ولو أسبح فقط يجزئ؟ لا يجزئ لا. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معي اتصال من الأخ أبو رائد من الشرقاط. تفضل أخي أبو رائد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم بهذا البرنامج. وفيكم بارك الله، حياك الله. الله يوفقكم. قلت سؤال على زكاة الفطر. نعم. زكاة الفطر احنا متعاملين اخذتهم في فلوس واخذتهم في طعام. نعم. فهل الفلوس جائز؟ نعم. طيب. ولا ما جائز الطعام يعني طحين او طحين ممكن. طيب تسمع الإجابة، عندك سؤال آخر أبو رائد؟ لا بارك الله فيكم. حياكم الله. بارك الله شيخنا أبو جاسم من ديالى. يعني سؤال أطال فيه، ذكر أنه هناك رجل كبير والده 120 سنة عمره، دخل ربما في مرحلة الهرم ويبدا يقول يتبلى علينا، يقصد يعني يتهمهم اتهامات انه ماخذين فلوسه او كذا، واحيانا يريد ان يتزوج ما الى ذلك. يقول هل لو حبسته في البيت، الخرف هذا يسمى، نعم مرحله الخرف، لو حبسه في البيت يعني يصيبه اثم في مثل هذه الحاله؟ طبعا اولا ينبغي ان يتلطف به ايما تلطف هو واخوانه. نعم. لا شك ان الانسان بعد هذا العمر يصيبه ما يسمى اليوم بالزهايمر، وهو اضطراب في الذاكرة يقدم ويؤخر، يتهيئ له أشياء يتصورها واقعا وهي ليست واقعا. المعلومات القديمة منذ 70 و80 سنة و90 سنة
تستحدث عنده وكأنها وقعت الآن، يطلب الطعام ثم يأكل وبعد قليل يطلب مرة أخرى ويقول لماذا لم تأتوا به. أولا عليهم أن يحسنوا إليه إحسانا كبيرا. قال تعالى: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. نعم، ونعلمه ننكسه في الخلق. فالإنسان كلما كبر يعود إلى طبعه الأول في الصغر، فعليه أن يراعيه ويتقي الله فيه ويستذكر ويستحضر قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يتعامل معه كالطفل الصغير بدون زجر، وإنما يعلمه تعليما يطيل النفس معه. هناك باب طبعا فيما يتعلق خاصة بالقضايا المالية. يعني ممكن نتكلم عن الشيخ بعد من أخذ اتصال الأخ أبو عبد من سامراء. تفضل الأخ أبو عبد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تفضل أبو عبد. أبو عبد تسمعني؟ قبل الاتصال أبو عبد يبدو. قلت ما يتعلق بالمسائل المالية. هناك مسألة أخرى خاصة حقيقة فيما يتعلق بالقضايا المالية. الأموال فيها أو لها شأن خاص. لا، إنسان بعد أن يكبر ويصل إلى هذه المرحلة لا يعود مؤهلا لإيش؟ تصرفات التصرف المالي. ويدخل في مرحلة الذي لا يحسن التصرف، وهو مرحلة سميها القرآن الكريم والفقهاء السفه. السفه ليس سوء الأخلاق، لا، السفه في القرآن الكريم المقصود به إيش؟ الذي لا يحسن التصرف. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفهاء قال الذي لا يجيد التصرف، يتيم طفل وأبوه ورث وخلف له ملايين لا يمكن أن يعطاها ويروح يبعثرها فيه. هذا الرجل إذا وصل إلى هذه المرحلة ويتصرف بالأموال على نحو يضيعها لم تصبح له خاصة. الإنسان في هذه المرحلة أعماله وتصرفاته مقيدة فيما فيه مصلحة للورثة لأولاده وفيما مصلحة لنفسه. نعم. بالتالي لا يجوز له حتى أن يوصي بأكثر من الثلث. نعم. حتى لو كان مكتمل الأهل. هذا ما يسمونه الحجر، الحجر الفقهي. نعم. ولكن قلنا هذا الحجر طبعا أولا يكون بقضاء قاضي، أولا بقضاء قاضي حتى لا يتفق الورثة أن يحجروا على أبيهم فيأخذوا ماله وهو لا بأس به أو في حياته، فيكون بقضاء قاضي بعد إثبات ضعف العقل عنده. نعم، أحسن عليكم. ثم مع ذلك لا ينبغي أن هذه الصورة أن نضعه في غرفة وكذا، لا، ينبغي أن يعطى مساحة. هذا المال لا زال له هو تأثير فيه، يصرف عليه بما ينفعه. لا بأس إن كان فيه قدرة جسمية أن يتزوج، لكن بشرط أنه لا يكون يعني تدليس وغير ذلك. يعني إن كان له استطاعة يعني، نعم، إن كان له قدرة بدنية لا بأس، لأنه كثيرا من الناس مع الأسف إذا كبر والدهم يمنعون عنه الزواج حتى لا يشاركهم الزوجة والأولاد في الوراثة. نعم، أحسن. فينبغي هذه يعني أيضا تكون بدقة، ولا ينبغي التصرف مطلقا هكذا. أحسن عليكم شيخنا الكريم. رجعنا أبو عبد من سامراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. شلونك؟ حياك الله. صحتك. حياك. أهلا وسهلا. حياك الله. أي يعني من زي طالع من أبو يزيد الرحبي. نعم. والوالد في الحاله المعيشيه ومطلوب فلوس ووضعت الزكاه اموال، تريد تطيل من عليها؟ طيب، تسمع الاجابه. عندك سؤال اخر ابو عبد؟ شكرا. حياك الله بيه. شيخنا الكريم ابو رائد من الشقاط سال عن هذا السؤال، يعني من يكثر او يكثر طرحه، موضوع زكاه الفطر دائما يعني يثار. هل هو يجوز ان يعطوهم طعام ام قيمه؟ هو سهل، يجوز او لا يجوز. اذا كان الفقير يحتاج الى الطعام اعطيه طعام. هل يعرف الفقير هو؟ اذا كان يحتاج الى المال اخرج له مالا يجزئك ان شاء الله تعالى. نسال الله ان يتقبل منك. احسن الله عليكم شيخنا الكريم. ابو عبد بن سامراء يقول: انا خرجت من بيت والدي وفي بيت مستقل وانا حاله ضعيفه ووالدي يعني حالته جيدة، هل يمكن أن أخذ منه زكاة ماله؟ لا تحل الزكاة للفروع ولا للأصول ولا لمن تجب عليه إعالته. بالتالي هو هذا أبوه ملزم أنه يعينه وغناه من غناه.
نعم. فبالتالي القاعدة الأصولية الفقهية عفوا الغرم بالغنم الذي يغرم يغنم، وهنا ينبغي على والده أن يحسن إليه من غير الزكاة. نعم له صدقة، تعتبر للأب صدقة لكن مو زكاة. الزكاة هي فضول الأموال التي خالطها الشبهات، هي التي تزكي المال من الشوائب والحلف الكاذب وبعض الأشياء التي تدخل على المال والتجارة. بالتالي يجب على الأب أن ينفق على والده ما يسد عوزه، ولا ينبغي له أن يأخذ من زكاة والده. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. الأخ محمود بن أربيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين على الجميع. الكريم طيب تسمع الإجابة الكريمة. عندك سؤال آخر؟ حياك الله. نعم. شيخنا الأخ محمود يسأل عن ما هي قيمة زكاة الفطر هذه السنة؟ ذكرنا في الحلقات الماضية أنه إذا كان موسرا وفتوى المجمع عليها، إذا كان موسرا فعليه أن يدفع عن كل شخص في الأسرة صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى صائما أو غير صائم 2500 دينار عن كل فرد من الأسرة إن كان موسرا. ونقول للسائل قبل ذلك ويتكرر حقيقة، أنا لا أدري كيف يستسيغ الإنسان أن يخرج الزكاة لوالده أو ولده. لا ينبغي الإنسان يخرج الزكاة التي هي يعني لا تعطى إلا ضرورة، يجب عليه. وكما تجب عليك الزكاة في المال يجب عليك رعاية أبنائك. هي أوساخ الناس يعني أوساخ الأموال. نعم. الزكاة في اللغة هي التطهير. نعم. واستعير كأنه التطهير، وكأنها تطهر المال من الأدران ومن أوساخ إيش الشبهات في المكسب. نعم. فكيف يعطيها يعني لأحبابه وأولاده؟ يقال أن فلذة الكبد يعني هذا يعطى من النفائس. نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. الأخت نور من صلاح الدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ حياكم الله أختي. مرحبا. عندي بس السؤال يعني عندي بس القرآن أنا قبل من بعض 5 ساعات أخذ به النور نص 15 جزء تركته وبدأت أقرأ الثانية الجديد. أو أخذ من القرآن يصير يعني إذا أردت عن جديد؟ يعني قصدك انه كنتي واصلة الجزء 15 من اجى رمضان رجعتي من جديد بديتي ختمة اخرى ما كملتي. اي. طيب تسمعي الاجابة. السؤال الثاني. السؤال يعني اقرأ بالقرآن وانا قاعدة الكرسي. شنو المعنى يعني؟ طيب اذا قاعدة على الكرسي يعني شنو سؤالك يعني سير تقرأ القرآن وانت جالسة على الكرسي؟ ادبا يعني. ما هو طيب تسمعي الإجابة. تسمعي الإجابة. جزاك الله خير. حياك الله. شكرا جزيلا أختي الكريمة. شيخنا الأخت نور صلاح الدين تسأل عن سؤالين. سؤالها الأول أنه هي بدأت ختمة، كان عندها ختمة قبل رمضان 15 جزء، وأنه دخل رمضان بدأت ختمة من جديد. هل الفعل هذا صحيح؟ الأصل هذا خلاف الأولى، الأصل أن تتم تكمل يعني ما يعني. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وعند الحنفية قاعدة أن المندوبة أو السنة إذا تلبس بها المسلم يجب عليه إتمامها. يجب عليه إتمامها لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هي كانت مسنونة لكن حينما دخل فيها أصبح يجب عليه إيش؟ إتمامها. قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لكن يعني القرآن يسحب هذا الحديث حول التلاوة باعتبار أي عمل مسنون ينبغي إنسان هو عمل صالح ينبغي أن يتمه. وهذه القاعدة قلنا عند الحنفية السنة النافلة إذا كبر ودخل في النافلة ثم أقيمت الصلاة مثلا أو لم تقم الصلاة كبر وحدث له طارئ
يجب عليه عند الأحناف أن يعيد أصبحت واجبة عليه. لماذا؟ لأنه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وقول الله عز وجل في سورة البقرة وأتم الحج الإتمام بعد الشروع فيه. لا طيب وهي قد بدأت الحج واجب نعم، لكن العمرة مو واجب، العمرة سنة، فكذلك يجب عليه أن يتمها. بالنسبة للأخت نقول العمل يعني هو لا إثم في ذلك، لكن الأولى كان لها أن تكمل الختمة، أن تكمل الختمة. مو شرط تبدأ بالختمة الجديدة في رمضان، ليس شرطا أن تبدأ من البداية، تكمل ولها أجر. لا لا ويكون عندها همة، لكن بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أن أختم إلا مرة واحدة. نعم. فحتى تكون كلها في رمضان نقول ولو كذلك لو فعلت هذا كملت النصف الأول ثم رجعت ووصلته مرة أخرى أصبحت ختمة إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخ، جزاكم الله خير. الأخ أبو وسام سليمانية، تفضل أبو وسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يخليك ان شاء الله ونشكركم على البرنامج وبارك الله فيكم. حياك الله شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. انا من الصلاح الدين حاليا ساكن بسليمانيه بالمخيم. نعم. كيف الاوقات انا وزوجتي واطفالي. نعم. وواحد لا شغل ولا عمل ورجال اني ما عندي شمريضه في الاعتقاد يعني في الاخوه واحد من الاخوه. طيب تسمع الاجابه اخي الكريم. شيخنا كان هناك سؤال آخر للأخت نور من صلاح الدين، سألت عن قراءة القرآن وهي جالسة على الكرسي. نعم، كثير من الأخوات يسألن عن أحكام التلاوة أو آداب تلاوة القرآن في البيوت. هل يشترط أن تكون مثلا المرأة لابسة ثوب الصلاة؟ هل يشترط أن يكون هناك آداب بتلاوة القرآن؟ من آدابه استقبال القبلة، من آدابه طبعا من شروطه أن يكون على وضوء وطهارة، لكن هل من شروط أن تكون متحجبة؟ نقول هذا للآداب، للآداب ليس من الشروط. تكون القرآن وذكر الله عز وجل وذكر الله على كل حال. إذا نتكلم القرآن ليس في الصلاة. الآن المرأة لو هي مستلقية وتتنام لا تلبس الحجاب، بالتالي تقرأ أواخر البقرة وتقرأ آية الكرسي وتقرأ المعوذات. لا. وهكذا في المطبخ هي تحفظ وتراجع، فليس شرطا أن تكون مستقبل القبلة، إنما من الآداب. كذلك الجلوس على الكرسي لا مانع من ذلك، لكن يفضل أن تكون مستقبلة للقبلة. لا الكرسي يعني تستقبل القبلة. لا بأس في ذلك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، بالتالي قراءة القرآن من ذكر الله، بالتالي هي مأجورة على هذا الإحساس. نعم للقرآن هيبة، وينبغي أن يكون الإنسان الأفضل كمال الفضل أن يكون ساترا متطهرا متعطرا مستقبلا. بل يفضل الإمام النووي رحمه الله في آداب حملة القرآن التبيان في أن يكون يجلس جلوسه للصلاة، لكن ربما الركب لا تساعد، الصحة لا تساعد، يستقبل قبل على أي وضع إن شاء. نسأل الله القبول وأن يعينها. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أبو سامر السليماني يسأل يقول أنا أعيش في مخيم النازحين وعندي 9 نفرات وليس لي ما يكفيني ومريضا، هل يمكن أن أعطي الزكاة لأخي وأخي يعطيني الزكاة؟ نعم ممكن. عفوا لو سمحتم يعني قبل بعد ما حضرتك وردت بالجواب نأخذ سؤال الأخت مريم من الموصل. تفضل يا أخت مريم. أسمعك تفضلي. تفضلي أختي. تسمعني؟ إي نعم أسمعك تفضلي. أخت مريم الصوت غير واضح، لو تغيرين مكانك تبين اتصال مرة أخرى بارك الله فيك. عفوا شيخنا الكريم وأسف على المقاطعة، لازلنا في الحديث حول نوصلنا بخصوصية. الأخ نقول له ابتداء هل تجب عليه صدقة الفطر أم لا؟ إذا ملك قوت يومه يعني صار ليلة العيد وعند قوت يوم قادم ويزيد عنه صدقة الفطر هذا وجبت عليه، أما إذا كان أساسا لم يتوفر فيه هذا الشرط ولا تجب عليه. واحد. اثنين، طبعا عند الشافعية قالوا لو كان كل أهل القرية مثلا هم مساكين، المسكين هو أعلى مرتبة من الفقير، تجوز له الزكاة، هو يستحق الزكاة، عنده قوت يومي لكن هذا مسكين وليس غنيا. ففي هذه الحالة قالوا
لا بأس أن يخرجها بعضهم لبعض تعلقا يمارسونها العبادة، يعني القرية بها 10 بيوت وكلهم مساكين عندهم قوت اليوم وغدا، فماذا يفعلون؟ يخرجها بعضهم لبعض من غير اشتراط، من غير اشتراط يعني قول انطيك وتنطي، لا لا خل تكون يعني ايش حتى لو شيء قلبي تفاهم قلبي او يبين اشاره قل يعني الاقربون اولى بالمعروف لا. فياخذ ويعطي لا باس في ذلك. احسن الله عليكم شيخنا الكريم ام عبد العزيز من دياله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال. تفضلي الاول. السؤال الاول ان اقرا القران في الصلاه يعني منذ بداية الأخير في جميع الصلوات، فهل تعتبر إني ختم على الباقي في الذات في القرآن في الصلاة؟ فإذا كثر ختم على الباقي حتى يكون ختم إليه يعني لأن القرآن في الصلاة يعني على جميع أوقات الصلاة. يحفظ القرآن، يحفظ القرآن. حضرت تستحفظين القرآن تقرأين عن ظهر قلب أم في المصحف؟ لا أنا حافظته. ما شاء الله الله يفتح لك. فأقرأ يعني أبتدأ بالفاتحة إلى الناس. تسألين هل انه هاي تعد ختمة ولا لا؟ تعتبر ختمة الي من الاحكام هذا السؤال الاول واضح، السؤال الثاني. السؤال الثاني يعني المرأة الحائض يجيها الحيض يعني احيانا تجي مثلا البنية او الزوجة قبل الحيض فهذا يعتبر في الحيض ام لا؟ يعني مرات تستمر يوم يومين او ساعات. ممكن توضحي مرة أخرى؟ طيب وضع السؤال إن شاء الله. طيب تسمعين الإجابة أخي الكريم. أهلا وسهلا. شيخنا جاوب على السؤال الثاني لو سمحت ما دام حضرتك يعني عندك صورة واضحة. تسأل عن بعض الأخوات هناك علامة لنزول الدورة تنزل قطرات لكن ليست هي من الدم الداكن. هذه لا تعد حيضا، هذه علامة على مجيء الدورة، الدورة تبدأ بحيض بدم قاني. بشكل معين عند نزوله تبتدئ الدورة، أما ما ينزل قبله هذه علامات لتهيئ الرحم لتنظيفه، ونزول هذه القطرات قبل العادة للمرأة بيوم أو يومين هذا لا يعد حيضا وإنما يعد حيضا نزول الدم الداكن. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. سؤالها الثاني الأخت أم عبد العزيز، طبعا نسأل الله أن يفتح لها ويبارك فيها وفي، تقول انه يعني تقرا القران في الصلاه وتقراه عن ظهر قلب وتحفظ القران تقراه من البدايه للنهايه في الصلوات، هل تعد هذه ختمه؟ لها في ذلك اجران، الاجر الاول اجر القيام بالقران والاجر الثاني اجر الختم والاجر الثالث هو اجر الاتباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران في صلاته، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة فابتدأ بالبقرة والنساء وآل عمران، بالبقرة والنساء وآل عمران، ثم في الركعة الثانية المائدة وبعدها العام وغير ذلك، ثم هي من سنن الهدى للخلفاء الراشدين، فقد كان سيدنا عثمان يقرأ القرآن في الليل لقيام الليل، فله لها الختمة ولها إن شاء الله أجر القيام وأجر الاتباع، وفقها الله وكثر من أمثالها. نعم شيخنا، يعني قراءة القرآن في الصلاة أيضا يعد هذا الشيخنا الكريم هو وسيلة للمساعدة على تثبيت الحفظ المراجعة. نعم، أفضل طريقة للمراجعة هو في الصلاة، لأنه سيبتعد عن القراءة أولا من المصحف، ثانيا سيشحن الذاكرة، ثالثا ببركة الصلاة واستقبال القبلة ما يقرأ في الصلاة خصوصا في القيام في الليل يعني يثبت ويرسخ في العقل في الذهن، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها نورا، يجعله نورا لقلوبنا. لاحظت شيخنا في إجابتك أنه قلت عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة النساء على عمران. نعم، احنا التسلسل هو البقرة على عمران النساء، كيف يعني هل لا يشترط الترتيب؟ هذا فيه رأيان، الرأي الأول أنه ترتيب القرآن توقيفي والرأي الثاني غير توقيفي، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني قال هذا كان ليس في آخر عهده صلى الله عليه وسلم، هذا ليس في آخر عهده، العرضات الأخيرة للقرآن الكريم كانت حسب هذا الترتيب. نعم، واحد يحتاط يقرأ التسلسل. نعم، بس احنا ندور رواية في عندنا في صحيح الإمام البخاري. نعم،
لكن هذا لم يكن في آخر عهده صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل كان يراجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة، وفي رمضان مرتين، وفي العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم راجعه مرتين سيدنا جبريل. استقر على أن يكون الترتيب الآتي: البقرة، آل عمران، النساء. هذا يثبت لنا أنه واحد ما يأخذ الحديث مباشرة، يشوف عن الحديث. ليس كل حديث ظاهره يجيز ويبيح للقارئ أن يأخذ به. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. الأخ عادل من الرمادي، تفضل أخي عادل. أخ عادل تسمعني؟ تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. الشيخ أنا عندي سيارة بسألو. نعم. معك واضح. عندي سيارة بسألو على السألو. نعم. تسمعني أنت؟ عندي سيارة بسألو على السألو. نعم. فضت روزي. يعني فلاح يجب بخلها وعندي مطالع. أخير شيء ما فعل أخي، ممكن تعيد سؤالك؟ عندك سيارة بالسرب السايلو؟ عندي دخلها، فعندي رقم مطابعة أريد أبقى السيارة باتي من بطاقة ثانية، يعني ما حكم بهذا. هاي البطاقة الثانية يعني مال منو؟ يعني أنا ما جاءت أسمعك من المبايض. طيب أخي عادل تسمعني الآن؟ سيارة ماضي. نعم. عندي سيارة إلها بسألو. زين. أي. كم وين المشكلة أخي؟ وين المشكلة؟ شو سؤالك؟ السؤال مالي إن سيارتي بسألو، فعندي سيارة ومدعو بطاية على السيارة. زين. إجل الفلاح أخذ السيارة ماضي فدخلها رون شايد. زين. دخلها رون شايد. البطاقة يمي. البطاقة إذا استفاد من عندها آني. يعني دخلها رون سايد واستلم. سلم. نعم نعم واضح. سلم. واضح السؤال. واضح السؤال. طيب. طيب تسمع الإجابة أخ عادل، تسمع الإجابة إن شاء الله. تابع التلفزيون إن شاء الله تشوف الإجابة. شيخنا الكريم سؤال واضح. الأخ عادل يسأل يقول عندي سيارة بالسايلو بالسلامة سايلو، يقول أحد الفلاحين يبدو عنده علاقات طببها رون سايد، ربما سلم واستلم المبلغ أو سلم على أي حال، يقول بطاقة لازم تحتفظ بها، هل يجوز أنه مرة أخرى يعني استخدام؟ أولا هو نشكر على السؤال، لأن هذا يدل على ورع. نعم. على ورع ودين للإنسان. هو ظلم الآخرين بهذا التجاوز، كان الأولى أن يقف بالدور بالسرعة، أما وأنه قد استلم، الأصل أن يبقى قاعد بسرعة، فظلم الآخرين كلهم، فيستأذن منهم إذا أراد يستأذن منهم، والأولى أنه سقط حقه، الأفضل سقط حقه يروح يلزم سرعة جديد، لأنه أخذ دورة ما يصير، أخذ دور غيره، هو لما ضرب السرعة أخذ دور غيره، فما يصير يستخدم هذا الحق مرتين. الأولى أن يروح بعد أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويستأذن من دول اللي تجاوز وضرب سرعهم السائق، يعني يلزم سرعة جديد حتى لا يكون الظلم مرتين. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. من الأسئلة التي يعني أجد والله أعلم من الضرورة التنبيه للموضوع، شيخ المسبوق في الصلاة كيف يدخل الصلاة مع الإمام؟ يعني هل يشترط أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يدخل الصلاة، أم يدخل على حال الإمام؟ تكبيرة الإحرام على الراجح هي ركن من أركان الصلاة، التكبير ركن من أركان الصلاة، بالتالي مما يقع فيه الكثير من الناس يجي للإمام راكع وراكع يكبر تكبيرة ركوع، وهذا لا صلاة له. ينبغي أن يكبر تكبيرة الإحرام اللي هي الدخول في الصلاة، الدخول في الصلاة، وكان يحرم عليه شيء ما كان مباحا له قبل الصلاة. تكبيرة الإحرام مستقبل قبلة لا ركوع فيها، بعد ذلك يطمئن قليلا ثم يركع،
يطمئن ثم يركع. إن تكبيرة الإحرام يكون واقفا فينبغي أن يطمئن ثم يركع. أما ما يفعله الناس الآن يكبر للركوع كأنه فلا تترك تكبيرة الإحرام. نعم قد يتجاوز في التكبيرات الأخرى كلفظ. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. الأخت أزهاء من قال وآخر اتصال معنا. تفضلي أخت أزهاء. ألو. تفضلي نسمع أخت أزهاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بسأل عن القرآن. أنا ما أعتقد بها جلست أتهجي أقوم بسأل أتهجي يصير ولا يعني تتهجين أنت تلفظين بعض الحروف بس بصعوبة لا أصلا ما تعرفين. أنا ما أعتقد لو بس أتهجي لي وبالصلاة شوية أمني بسرعة سرعة في الصلاة أصلي ولا الأربعة وإثناء أصلي وإثناء بالمان تراويح جميل لا يجد أجلالة حرام. كيف السؤال الثاني صلي. طيب شيخنا الكريم فيما يتعلق بالسؤال ذكرته قبل قليل شيخنا يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يهوي لو فعل ذلك جاهلا أو لا يعرف الحكم. كل إنما دواء العين السؤال وهذا لا يغلر بجهله على أن يتعلم. فمن فعل هذا يقضي الصلاة التي فاتته. أحسن الله الصلاة التي فاتته. أن قاعدة الأركان لا تجبر بالسهو وتكبيرة الإحرام ركن ولا تجبر بالنسيان يعني الجهل أو كذا. لا يعني أرجع صلي فإنك لم تصلي. صلي فإنك لم تصلي. ما زال هناك من يطلب العلم ويسأل لا يجوز أن يعني يتهاون في هذا. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أخت أزهار من الديالة أنا سؤالين. السؤال الأول تقول أنا ما أعرف أقرأ القرآن فأتهجه. أنا حبيت أستضح من أدم ما أعرف يعني تهجه هل تتهجه تقرأ؟ الله أعلم هي ليست ماهرة في القراءة. نعم صعوبة نعم ليست مسترسلة بسلاسة وإنما تقرأ بتعتعة. فنقول لها لا تترك القراءة أولا ثم يجب عليها أن تتعلم. نعم تتعلم. أنا أقول لها هي أم ربما أو ستكون أما إذا لا تعرف القراءة كيف ستعلم أبنائها قراءة القرآن. نعم ينبغي عليها أن تتعلم. رأي دائما إحنا نذكر البديل ليس فقط الجواب. نعم هي تقرأ بصعوبة ولا لا أجران. نعم ورد في النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وفي وهو شاق عليه له أجران. أجر التعب وأجر القراءة. أجر التعب وأجر القراءة. لكن ما هو الحل؟ ينبغي عليها أن يتعلم. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأعظم الناس مرتبة قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي عليها أولا أن تتعلم القراءة ثانيا صلاتها إن شاء الله صحيحة ولها أجر في ذلك. وسألت عن السؤال الثاني شيخنا السرعة في الصلاة. نقول هذا أيضا مما يقع فيه الناس. قد ذكرت حضرتك قبل قليل هذه صلاة المسيء صلاته. حديث المسيء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ينقرها نقرا مثل الديك وكأنه لا يستقر في ركوعه ولا سجوده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبرها صلاة. قال صلي فإنك لم تصلي. فبالتالي يجب عليه أو عليها أن تطمئن وهذا اطمئنان شرط بالركن في الصلاة. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. أما لما الذي يقع فيه كثير من الناس أنه يسجد ورأس الرفع يركع ورأس الرفع لا يطمئن قدر تسبيحتين مثلا هذا لا صلاة له. يعني لو إنسان ركع ورفع رأسه من ركوع ورأسه نزل هذا صلاته عند الشافعية وغيرهم باطلة لأنه ركن الإطمئنان مفقود. بالتالي يجب عليها أن تطمئن. وفي رواية قال أن يعود كل سلالة فقرة إلى مكانها يعني في السجود في الركوع في بين السجدتين سلم ما يرفع رأسه يستقر قليلا قدر التسبيح بتأني ثم بعد ذلك. ونقول لها كما قال الإمام مالك ما أنت مسرعة إليه ليس خير ما أنت فيه. وهذا من مع الأسف من وحشة القلب
أنه نستعجل في الصلاة لأنه لا يوجد هناك تلذذ ولا مناجات. نعم الاطمئنان هو ركن يعني من أركان الصلاة. فندعو الله عز وجل أن يرزقنا الخشوع في الصلاة. آمين. وأن يتقبل منا طاعتنا. آمين. وأن يبارك في الأخوة وفيكم وفي حضراتكم. آمين. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله عليكم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام لا هنا نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج بينات من الهدى. هذه تحيات كادر العمل حمزة فارس علي حسن والأخ المخرج وموئل السامرائي، وتحياتي محدثكم أيسر مهدي. نلتقيكم غدا بإذن الله عز وجل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.